في النقطة دي بناء على توجيهات حضرتك، وزارة الإسكان مع وزارة الري حولت الاستراتيجية في التعامل مع المياه من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي سواء والصرف الزراعي إلى استراتيجية إعادة الاستخدام الآمن في كل المشروعات اللي احنا بنتعامل معاها. طيب تسمح لنا فخامة الرئيس ان احنا ننتقل الى مشروعات الافتتاحات. احنا عندنا النهاردة اجمالي 11 محطة، 4 محطات معالجة صرف صحي و7 محطات تنقية مياه شرب. محطة مياه ابو قرقاص في محافظة المنيا بطاقة 102,000 متر مكعب بتمتد الى 204,000 متر مكعب بتكلفة 885، واحنا هنا بنحط المحطات بتوسعاتها والبنية الأساسية الإنشائية بتتم على إجمالي الطاقة الإجمالية للمحطة، وحين الاحتياج بنزود الأجزاء الميكانيكية في هذه المحطات. توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالعدوى في محافظة المنيا بطاقة 8000 متر مكعب يوم وبتكلفة 35 مليون جنيه. ويمكن حضراتكم لو بصينا للصور، لما بنتكلم على جودة الحياة للمواطن احنا كمان بنتكلم على جودة الحياة او جودة العمل الانشائي اللي بيتم عشان الاستثمارات اللي بنضخها دي تفضل موجودة لفترات طويلة. المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة بطاقة 50,000 متر مكعب يوم وتكلفة 53 مليون جنيه. محطة معالجة الصرف الصحي ابو شنب في الفيوم بطاقة 6,000 متر مكعب يوم وبتكلفة 34 مليون جنيه. محطة مياه ديروط محافظة أسيوط بطاقة 86,000 متر مكعب يوم وبتكلفة 400 مليون جنيه. محطة تنقية مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة بطاقة 33,000 متر مكعب يوم وبتكلفة 216 مليون جنيه. توسعات محطة مياه ديشنة في محافظة قنا بطاقة 34,000 متر مكعب تمتد ل 68 بتكلفة 170 مليون جنيه. محطة مياه فرشوط محافظة قنا بطاقة 34,000 متر مكعب يوم وبتكلفة 300 مليون جنيه. توسعات محطة معالجة الصرف الصحي طنسا محافظة بني سويف بطاقة 2,500 متر مكعب يوم وبتكلفة 25 مليون جنيه. محطة معالجة الصرف الصحي أبو صير بمحافظة بني سويف بطاقة 12,000 متر مكعب يوم وبتكلفة 197 مليون جنيه. أخيرا توسعات محطة مياه شرب الوساطي محافظة بني سويف بطاقة 6,000 متر مكعب يوم وبتكلفة 70 مليون جنيه.